بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في مستهل لهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج محضرة التلاوة. في مستهله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عودناكم دائما نبدأ بتلاوات مع ضيفي البرنامج، وضيفينا اليوم علي المكحلة، مرحبا بك معنا في برنامج محضرة التلاوة، وكذلك محمد الأمين والسيد أحمد، مرحبا بك معنا ضيفا في برنامج محضرة التلاوة. آياتنا اليوم تبدأ من قول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، إلى قول الله عز وجل: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذه الآيات هي موضوع مدارستنا اليوم، نستمع لها مع ضيفي الكريمين بروايتي قالون وورش عن نافع من طريقي الأزرق عن ورش وأبي نشيط عن قالون، بالإضافة لقراءتها برواية الإمام حفص عن عاصم، وبعد ذلك نتناول التعليق على هذه الآيات ونذكر أهم الأحكام التجويدية فيها وكذلك أهم الفروق بين هذه الروايات الثلاث، ثم نفسح لكم المجال مشاهدين الكرام لتصحيح هذا المقطع وغيره من المقاطع القرآنية الأخرى. فلنبدأ على بركة الله تعالى، نبدأ معكم علي المكحلة لتقرأ لنا هذه الآيات برواية قالون عن نافع من طريق ابن نشيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك علي المكحلة على هذه التلاوة، والتي كانت برواية الإمام قالون عن الإمام نافع من طريق أبي نشيط. ننتقل إليكم محمد بن سيد أحمد لتقرأ لنا الآيات برواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي لا إله
إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. بارك الله فيكم محمد الأمين سيد أحمد على هذه التلاوة التي كانت برواية الإمام غرش أي الإمام نافع من طريق الأزرق. الآن نشفع هاتين التلاوتين ب تلاوة برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة برواية حفص عن عاصم بتوسط المنفصل من طريق الشاطبية. نبدأ على بركة الله في تناول أهم الأحكام التجويدية وكذلك أهم الفروق بين هاتين الروايتين وكذلك أهم الأحكام التجويدية في هذا المقطع. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الأرض علي المكحلة بما يقرأها قالون بتحقيق الهمزي وعدم نقل حركته بما يقرأها ورش محمد الأمين بنقل حركة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء هكذا والسماء هذا المد بما يسمى هذا مد متوسط لورش مد لقالون متوسط أيوه مد لقالون بأربع حركات وهو مد متصل يسمى بالمد المتصل الواجب وكذلك مثله بناء وصوركم فأحسن صوركم. محمد الأمين هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين صوركم وصوركم في النطق في اللفظ؟ أيوه الفرق بينهما صوركم تشديد في أيهما؟ صوركم في الكلمة الأولى الثانية أيوه الثانية فيها التخفيف فينبغي للقارئ أن يحذر عليها من التشديد في الثانية يحذر عليها من التشديد
وصوركم فأحسن صوركم، هكذا وصوركم فأحسن صوركم. الميم الساكنة قبل الفاء وصوركم فأحسن، حكمها علي إظهار. إظهار، أيوة إظهار قبل الفاء وكذلك قبل الواو. هنا عندنا فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، فأحسن صوركم ورزقكم. فالميم الساكنة تظهر قبل كم من الحروف؟ 15. الميم الساكنة أكثر من 15، أكثر قبل 26 حرفا، لأنها تدغم في مثلها في حرف واحد وهو مثلها الميم في الميم، وتخفى في حرف واحد هو الباء ويسمى بالإخفاء الشفوي. فأحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإدغام ويكون في مثلها الميم في الميم، والإخفاء الشفوي في الباء، والباقي من الحروف الهجائية وهي 26 حرفا تظهر الميم الساكنة قبلها. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك نجد أو نلاحظ بأن الباء هنا الألف فيه محذوف، فلفظ المباركة محذوف حيث ورد. تبارك الذي بيده الملك، باركنا، كذلك رزقكم من الطيبات، الطيبات كذلك رزقكم، نعم ورزقكم من الطيبات. الميم ساكنة قبل الميم حكمها الإدغام، أيوة رزقكم من الطيبات. طيبات الألف فيها محذوف كذلك على قاعدة حرفين زد، وكذلك الألف في ذلكم الله ربكم. ذلكم وذلك وفذلكم هذا اللفظ أيضا محذوف الألف حيث ورد. فتبارك الله رب العالمين، العالمين أيضا الألف فيها محذوف بقاعدة الجمع المذكر السالم وهي النون الأخرى. جيد. هو الحي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو نجد أن هناك مدا منفصلا فيه، لا إله إلا هو المنفصل بما يقرأه ورش محمد الأمين بالإشباع، وبما يقرأه قالون توسل. المنفصل اللي قالون في الوجهان، نعم في الوجهان، المد والقصر، والمقروء به من طريق ابن الشيط عندنا القصر، القصر في المنفصل. قصر. أيوة. فدعوه مخلصين له الدين، الدال هنا حكمه القلقلة، فدعوه فيه القلقلة، فدعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. دائما عند الوقف على مثل هذه الكلمات العالمين، الدين، يجحدون، نجد مدا يسمى بالمد العارض للسكون، وهو المد الذي ينتج عن الوقف على حرف متحرك بالسكون مسبوق بواحد من حروف المد الثلاثة من ألف وواو وياء. قل إني نهيت، هنا ينقل ورش حركة الهمز للنون للام، فنقرأ قل إني نهيت على عكس قالون يحقق الهمز. قل إني نهيت أن أعبد، كذلك أن أعبد ينقل ورش فيها حركة الهمز للنون، فنقرأها لورش أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الدال الساكن تدعون فيه القلقلة، والنون الساكنة قبل الدال حكمها الإخفاء. من دون الله لما جاءني البينات من ربي، جاءني، المد هنا متصل شبعه لورش ونوسطه لقالون، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأمرت، الراء هنا حكمها
ترقيق على قاعدة وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي. أنسلم نقل حركة الهمز لورش هنا أنسلم ونحقق الهمز لقالون أن أسلم لرب العالمين. وإلى هنا ينتهي التعليق على هذا المقطع ونبدأ على بركة الله تعالى في استقبال المكالمات مشاهدينا الكرام إن كانت هناك. نعم إن شاء الله إذا ما يريدون اتصال لتصحيح هذا المقطع وغيره من المقاطع القرآنية الأخرى نتناول بعض الأحكام المهمة والأساسية لقارئ القرآن. وقبل ذلك نلفت عناية مشاهدينا إلى أن الأرقام التي بإمكانهم أن يتصلوا بنا عبرها لتصحيح هذا المقطع وغيره من المقاطع القرآنية الأخرى في برنامج محاضرة التلاوة دائما تظهر لهم على الشاشة، وهي نفس الأرقام المعروفة والمعهودة لديهم في برنامج محاضرة التلاوة. ونوصيهم دائما بالإنصات والاستماع عند تصحيح حتى يتسنى لنا إعطاء الملاحظات لهم لتصحيحها. السلام عليكم مريم. تفضلي مريم. بإي رواية إن شاء الله؟ معايا. يا مريم. تفضلي برواية شين اللي تقرأ بها؟ اللي تقرأ بها رواية؟ رواية حالي. تفضلي. تفضلي مريم. نعم. تفضلي مريم تفضلي. يا مريم رحمة الله. نحن سامعينك مريم تفضلي. نعم تفضلي. مريم بدي اقرأي تفضلي. السلام عليكم عائشة. السلام عليكم. نعم عائشة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. عيشة بأي رواية إن شاء الله؟ بسم الله تفضلي. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحج لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله يبارك فيك عيشة إن شاء الله تلاوة جيدة بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا مصاب بجوعان في الشهر. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء
قواكم فأحسن قواكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. مرحبا بيلواي إن شاء الله. بيلواي. تفضلوا. بسم الله. هو الحي لا إله إلا هو. هو الحي لا إله إلا هو. فدعوه. شوفي ما فيه همزة. فدعوه. 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 مخلصين للدين والحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعو من دون الله لما جاءني البينات من ربي وقلت بما رب العالمين. الله يبارك فيك. إن شاء الله تلاوة جيدة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الرواية إن شاء الله. تفضلوا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله يبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. بارك الله فيك. أخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. إن شاء الله ولا هي الصحة في رواية طوش. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق لكم الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ورزقكم شوفي ورز زي رقه بارك الله فيك ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات أيوة ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله يحفظك ما شاء الله تراوي جيد بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا شيخ مهدي. نعم إياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. بأي رواية إن شاء الله شيخ مهدي؟ ماشي إن شاء الله. بسم الله تفضل على بركة الله. ماشي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله يبارك فيك شيخ أحمد ما شاء الله تلاوة جيدة بارك الله فيك. خذ اتصال آخر. السلام عليكم. نعم. يا مرحبا اسم الكريم. قال لك اسلمهم. حالك شماسي. مرحبا اسمك اسلمهم. نعم. نعم. اسمك اسلمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لك اسلمهم قلت لك تحيات كاملة. بارك الله فيك. الرواية اللي تقرأ بها. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم محمد بويه حياك الله. بويه حياك الله حيا الله بالشباب يا الغافل معك. الله يحييك كيف حالكم يا شباب؟ الله يحفظك. ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي محمد بويه شوف الياء في ربي ممدوده ما في فتحه قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. أيوه. هكذا. تمام. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بارك الله فيك سلام ممتاز بارك الله فيك نأخذ اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا حياك الله يحييكم حي القراء الله يحييكم وبارك فيكم ليه اسمك الكريم نعم اسمكم الله يحفظكم أين أقرأك عن بابي وقالوا واسمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله الله يبارك فيه ما شاء الله تلاوة جيدة أخذ اتصال آخر السلام عليكم السلام يا مرحبا الله يحييك ويبارك فيك اسمك الكريم أخبرني صاحبي تفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين شوفي بارك الله فيك حالة الوصل ذيك همسة الوصل لا تسقط لا تقولي
فدعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله. نعم فدعوه مخلصين فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فهمت الوصل؟ في حالة الوصل تسقط، لا تقرأ إلا في حالة الوقف والابتداء بها. أيوة. فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله يبارك فيك. أخوي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد الهمود. نعم اسم الكريم. محمد الهمود. مرحبا محمد. محمد الهمود تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله يبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. ناخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. نعم إن كان هناك اتصال. المتسابق دائما يعرفنا بنفسه ويذكر لنا الرواية التي بوده أن يقرأ بها ثم يقرأ على تؤده وانتباه حتى إذا أعطي ملاحظة انتبه لها وصححها حتى يتخلص من الخطأ فيها. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا مصطفى. أنا صاحب من عندي بس تواصل الأيام شرد يا شيخ مهدي. شيخ مهدي ما قد سورة طويلة الأقبال توف مقطع منها. نعم شوف تقبل مقطع الحصة الماضية. لا 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 يا كل شاف أوتوب. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. شوف حاميم الميم عس عليهم تشديد. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقوم. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
كذبت قبلهم قوم نوح وأحزابهم بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكان عقاب بارك الله فيك. حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك. خذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الرواية إن شاء الله. حفظ إن شاء الله. أيوه بدي بسم الله. الله يستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. الله يبارك فيك ما شاء الله تلاوة جيدة أكتفي بهذا القدر من الاتصالات وأختم بضيفي الكريمين استمعوا لتلاوتين معهما لأن وقت برنامجي أوشك على النهاية. نبدأ معكم محمد الأمين والسيد أحمد تقرأ لنا الآيات موضوع المدرسة وتختار الرواية التي بودك أن تقرأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. بارك الله فيك محمد الأمين. علمك حل. نختم معك كذلك بتلاوة أخرى لهذا المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله فيكما ضيفي الكريمين على هذه التلاوات العطرة التي بدأنا بها وبها ختمنا كذلك بروايتي الإمام ورش والإمام قالون عن الإمام نافع من طريقي الأزرق عن ورش وأبي نشيط عن نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم مشاهدينا الكرام ومن ضيوفنا الكرام وكذلك ممن رافقنا وأشرف معنا على إنجاز هذه الحلقة من الناحية الفنية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا به يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دمتم في رعاية الله إلى أن ألتقي وإياكم في حلقة جديدة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.